الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. الحقيقة راح نكمل اليوم لعبتنا أنجري بيرد بيج آر بي جي. وصلنا قبل لا نكمل مكان ما وصلنا، شايفين أكو بيضة راح نغدها الآن. خل نروح نشوف اللاعب الجديد انطانا. احنا نلعب مباشرة، يلا ما خرب نلعب. اكو لاعب جديد جانا فري، يقول خلنا ناخذ الفري هاي مجاني فري رول. حسنا خلنا نشوف شو يطلع لنا. طيب نرجع، اكو لاعب جديد الطير الاسود شايفينه انضم الينا. فراح نلعب اربع طيور الان مو طير واحد. خلينا نشوف اذا اكو كليمور اطالب بيهن كلهن. هاي كلها جوائز حصلنا عليها. الغراشي خلينا نشوف البورشن. بوشن اذا عندنا بوشن، لو لا عندنا ست بوشن. اذا اريد اسوي بوشن بعد نقص موز اثنين و خلينا نشوف هاي. والله لا زين نسوي ابجريد. والله خلينا نشوف اللاعبين اكو ابجريد. هذي احسن اقوى شايفين. هذي كنا نلعب بيها اقوى. اللاعب الثاني الجديد خلنا نسوي تشيك اوت. الهاي 260 يريد، 260 ما عندنا. البيضة ماكو ايضا. ما عندنا اي تطوير. خلينا نشوف الدرع مالها. خلينا نشوف، لا ماكو. هاي نزل الهيلث، ما اريد انزل الهيلث. طيب الطير الاخير خلينا نشوف اكو تطوير ولا لا. ماكو تطوير في الطيور. نرجع صاروا اربع طيور مثل ما قلت لكم. الطير الرابع الاسود حصلنا عليه من جديد. القوة مالت طيورنا زادت، صعدنا ليفل 11 صار 82 قوة. فراح نتقدم الان. وراح نلعب لعبتنا شايفين. يعني تيم باور 57 الخنازير قوة ماي، يعني احنا مسيطرين ان شاء الله. راح نلعب توكل على الله ونلعب. نبدأ بهاي. ما ذاك خلصنا منه فقط واحد. الثانية هم خلصنا منه. انطق الرول ان شاء الله تطلع موزة. اريد موزة انا، ما طلعت موزة. راح اطالع اروح للي بعده.
أريد نموذج على مود البورشن، إن شاء الله ما نحتاجه. وين نروح الآن؟ أكو بيضة ورانا، خلينا نشوف هاي البيضة شنو هي. رجعنا. بيضة مو ذات أهمية، رجعنا على التطوير والهاي، شفناها قبل شوي ما عندنا تطوير ولا شو اسمه. راح نروح على البيت رأسا. نروح للأمام. نفسه يعني مسيطرين إن شاء الله. راح ينتهي هذا، فزنا. اريد موزة انا بس. ايه موزة طلعت لنا حق البورشن، بعد واحدة اريد لازم. اريد موزة ثانية بعد حق البوشن اللي هي مال الشفاء، راح نتقدم بعد ونشوف الان اللعب. القوة مات الخنازير 22، قوتنا هنا الجواز هاي الصناديق 3 شايفينها. احنا قوتنا سامي يعني المفروض نكون مسيطرين. خنزير واحد، ما راح يضرب هو، اعتقد 3 مرات يلا يضرب. على ما يكمل 3 مرات مخلصين عليه احنا ان شاء الله. اي 3 مرات يلا، 3 جولات يلا يقدر يضرب وانتهى. مات، حصلنا قطع فضية. ماذا ماكو الآن؟ يلا فرع. طماطة ومسمار وصندوق حصلنا، نكمل. شايفين؟ راح ارجع شو اسمه اشوف الطير الاسود ليش ما يلعبوا انا؟ بس خل اشوف الطير الاسود. انتقائي من عندهم هذا، ما لنا شغل فيه. انتقال يعني هم يدخلونها وهم يطلعون الطيور اللي يردونها على حسب اللعبة. نتقدم. شايفين طيورنا راح تقدمت. حطيت الطير الأسود وياهم، سلكتت 4 طيور الآن. قوة الخنازير 32 وقوة كتيم 82. too many birds selected. شايفين
طيب نلغي واحد، لغيت واحد، قال لي طيورك هواية اللي مختارهم، راح نرجع على الطيور ونشوف نشوف الأقوى طبعا حتى نختار نعبي. أنا راح نركز على طير حتى نخلصه. أطق، شايفين؟ راح أطق الثاني هذا حتى يخلص. أخلص، طيب أركز على الطير مثل ما قلنا. هذا راح انتهى، ركز على هذا وركز على هذا، انتهى. بقوا طيرين، أريد أستخدم بورشن. هذا طيري صار ضعيف، كلش ضعيف، زد الدم رجعته. انتهز، وآخر طير فزنا. الآن المجموعة الثانية، نبدي أول واحد على اليمين، حصلت شو اسمه فلفل، راح استخدم الفلفل. هذا ضعيف شوية طير، وركزون عليه. طيب الآن وين نروح؟ خلنا ناخذ هذا حمامات. اطق هذا مات، انتهى. اطق هذا هم. طيب الان نطق هذا خلي يموت، وراح نطق هذا خلي يموت. ماتوا، ربحنا، تقدمنا لآخر مجموعة عندنا. نبدي بهذا، ننهي واحد، خلينا ننهي ثاني، يبقون اثنين. هذا ما يطق، يطق ثلاث جولات، خلينا نقضي على ثاني. الفلفل الآن راح انتهى، بعد بيروح، انتهى. شايفين؟ خلينا نشوف راح يعطينا الآن. يلا جيد، راح نكتفي بالقدر حبايبي. راح ارجع حتى اعرف قوة الطيور، اخليكم شلون تعرفون قوة الطيور وحتى تلعبون بالاقوى. نرجع من هاي، لكم قوة الطيور حتى تلعبون بالأقوى. إذا قلنا هذا أول واحد، هذا أول واحد قوته 53 والشفاء 300. الثاني قوته 50 الشفاء 85. هذا قوة واحد 74 313.
هذا قوي أيضا. إذا نضعف واحد فيهم بطربوش، يمكن أي هذا بطربوش ما نلعب به، بطربوش بعد راح ما نلعب به. في الهجومات الجاية راح نلعب خشبة، نلعب الأسود ندخله وياهم، وبطربوش ضعيف نطلعه. شايفين بطربوش جرانات سيلكتيد سيلكتيد وقلنا سيلكتيد سيلكتيد، هذا هو. في اللعبات الجاية كلها راح نلعبها التيم، لأن أخوشي أقوى تيم هذا. ألقاكم في لقاء جديد، في أمان الله.